اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام الى هذه التغطيه المستمره عبر شاشه اكسترا نيوز التي نخصصها للحديث عن التصعيد القائم الان بين ايران واسرائيل. توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برد أقوى على أي خطوة متهورة قد تقدم عليها إسرائيل وحلفاؤها بعد ساعات من شن طهران هجوما على تل أبيب بالصواريخ والمسيرات. هذا وقال الرئيس الإيراني إن بلاده استهدفت بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية بصواريخ ومسيرات في خطوة وصفها بالمسؤولة والمتناسبة، ردا على استهداف قنصليتها في سوريا، معتبرا أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. هذا وحذرت إيران إسرائيل من أنها ستشهد هجوما أكبر إذا ردت على هجوم شنته طهران بطائرات مسيرة وصواريخ. وقال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية إن طهران حذرت واشنطن من أن أي دعم للرد الإسرائيلي سيؤدي إلى استهداف القواعد الأمريكية، كما حذر قائد الحرس الثوري الإيراني من أن طهران سترد على أي هجوم إسرائيلي يستهدف مصالحها أو مسؤولياتها أو مواطنيها. هذا أعلن مطار مهر أباد في العاصمة الإيرانية طهران تمديد إلغاء الرحلات الجوية، وذلك على خلفية التوترات في الشرق الأوسط. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مطارات أخرى في عدة مدن إيرانية قررت إلغاء الرحلات الداخلية حتى صباح غد الاثنين. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم الجارحي الكاتب الصحفي. أستاذ إبراهيم أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وأهلا بمشاهدينا. بداية يعني تقييمك ومتابعتك لهذا الهجوم، هجوم طهران على إسرائيل، كيف رأيته في ظل التصعيد الأخير طبعا الدائرة الآن في الشرق الأوسط؟ الحقيقة أنا رؤيتي للموقف أنه هو كان مناورة عسكرية مشتركة أكثر منه هجوم إيراني على إسرائيل. الفوائد الجامة التي قدمتها إيران لإسرائيل بهذا الهجوم لا تحصى. يعني أنا حاولت أعدها الحقيقة، كسلت أعد بعد 10 يعني. نعم. طيب يعني بالتأكيد كان هناك تحذيرات من الدولة المصرية، تحديدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي دائما ما يذكر العالم بخطورة اتساع نطاق هذا الصراع الدائر في غزة منذ أكتوبر الماضي. يمكن قمة القاهرة والقمة العربية الإسلامية في المملكة العربية السعودية كانت شاهدة على هذه التحذيرات. كيف رأيت تحذيرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وارتباطها بالمشهد الحالي الذي نراه في الشرق الأوسط من اتساع رقعة الصراع التي اجتازت الحدود الفلسطينية الإسرائيلية؟ يعني مع التحفظ على جملة انه الحدود الصراع اجتازت يعني حدود الصراع الموجود في غزة حاليا، لسه بدري على ما نطلق هذا الحكم، ولكن تعقيبا على مسألة التحذيرات المصرية، تحذيرات في محلها جدا، لأنه هناك فرصة، هناك إمكانية بالتأكيد لاتساع رقعة الصراع، هناك قوى كثيرة بتتصارع مش بس يعني على فيما يتعلق بالصراع في منطقة الشرق الأوسط أو الصراع العربي الإسرائيلي، وإنما تتصارع بينها وبين بعضها على تسيد المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، وفرض سيادتها السياسية والاستراتيجية فيها، ومن ضمنها إيران. إيران دخلت على الخط علشان تقدم نفسها كقوة إقليمية لها سطوة على الأقل بالنسبة لجمهور الاستهلاك المحلي في الداخل عندها أو في الداخل في العموم في المنطقة العربية. التحذيرات المصرية في محلها تماما، واتساع هذا الصراع أكثر من الحد اللي هو موجود فيه. نرى الآن أنه هو في حرب موجودة في غزة، نرى هناك تهديدات للمسارات البحرية في البحر الأحمر، نرى ظهور إيراني، وإن كان يعني ظهور
مش مؤثر عسكريا، ولكن كلها مؤشرات توحي بمزيد من الخطورة لاتساع رقعة الصراع، وهذا ما لن يتحمله أحد. نعم، أيضا يعني كيف تبعت التأكيد الدائم للدولة المصرية على ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة جهدا مضاعفا للحيلولة دون طبعا انفجار الموقف في الشرق الأوسط الذي يعني على إثره نرى الآن هذا الهجوم والصراع الدائر بين إيران وإسرائيل؟ يعني حتى هذه اللحظة أرى أنه طبعا بالتأكيد هناك ضرورة للتدخل الدولي، ليس لدي الكثير من الأمل في أن يكون لهذا التدخل الدولي أي دور إيجابي في وقف الصراع، لأنه ما نرى حتى الآن هو تأييد شبه كامل أو صمت كامل عن الدور الذي تقوم بإسرائيل في هذا الصراع، وعن حتى مظاهر اتساع هذا الصراع. الأدوار الدولية مش مبشرة بتدخل إيجابي ولا بتأثير فعلي، ولكن برضو حفاظا على المصالح الدولية، حفاظا على مصالح القوى الكبرى في هذه المنطقة، ليس من صالح أحد أن يتسع هذا الصراع. وبالتالي هذه الدول عند نقطة ما ربما تراها قريبة أو بعيدة يجب أن تتدخل على الأقل لمحاصرة هذا الصراع داخل المناطق الحالية. نعم، طيب يعني كيف تبعت ردود الفعل العالمية والدولية وعدد من الدول والمنظمات التي يعني شهدت هذا الصراع الدائر الآن بين إيران وإسرائيل؟ هل من وجهة نظر حضرتك وتحليلك أيضا لهذه التصريحات وهذه المواقف الدولية الكبيرة، هل بها تستجدي إسرائيل عطف العالم يعني تبرير ما حدث بينها وبين غزة مؤخرا، وطبعا سقوط آلاف الضحايا في قطاع غزة، وأن إسرائيل الآن تلعب على الوتر الحساس إن صح التعبير لاستجداء تعاطف العالم وإظهار أنها ضحية الآن؟ وهل إسرائيل الآن محتاجة إلى استجداء عطف العالم، أم أن إيران قد قدمت لها ذريعة على طبق من ذهب وأظهرتها في النشرات الأخبار العالمية وعلى كل الشاشات على أنها دولة تحارب من جيرانها ويعتدى على مدنيها وان هي في صراع وجود؟ هل تحتاج اسرائيل الى استجداء الراي العام؟ هل تحتاج الان حتى الى انها تطلب المساعده؟ فورا هبت القوى الكبرى، هبت الولايات المتحده الامريكيه بكل انظمتها الدفاعيه، هبت القوات البريطانيه المتمركزه في شرق المتوسط للدفاع عن اسرائيل. بالعكس تماما، انا ارى انه ايران قدمت خدمه جليله أو يعني عدد من الخدمات الجليلة لإسرائيل ستحافظ على الموقف الإسرائيلي الحالي في ضرب غزة وفي إبادة سكانها. خدمت الموقف الإسرائيلي تماما، لا تحتاج إسرائيل لاستجداء الدعم ولا لاستجداء التأييد، بالعكس تماما جاءتها الذريعة على طبق من ذهب، وهذا ما تفعله إيران دائما، بالإضافة إلى أنها تقدم العالم الإسلامي برضو على طبق من ذهب كعدو استراتيجي للغرب. نعم، ده دور بتعمله إيران من أيام الثورة الإسلامية في أيامها الأولى. نعم، طيب يعني كيف ترى يعني إن صح التعبير أيضا أستاذ إبراهيم ازدواجية التعامل والتعامل مع الكيان الإسرائيلي والشعب الفلسطيني أثناء يعني إغارة الإسرائيل عليه، والآن وقد تظهر إسرائيل في بعض الأحيان من خلال متابعات الدول وتصريحات الدول والمنظمات أنها ضحية الآن، يعني ازدواجية التعامل مع الطرفين في هذه القضية كيف تقيمها؟ يعني منذ ظهرت مصطلحات زي من نوعية الازدواجيات دي، ظهرت أيام حرب الخليج وازدواجيات المعايير الدولية في التعامل مع القضايا الإقليمية والعالمية، ده مصطلح ظهر يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في 91-92 والفترة دي. أنا أرى أنه ما فيش ازدواجية، هناك توجه واحد للقوى الكبرى ولحليفتها إسرائيل المزروعة في هذه المنطقة لأغراض استراتيجية وسياسية تحكم المصالح، هو المصالح فقط هي التي تحرك
القرارات بتاعت اي دوله في الدنيا. نعم، اذا المصالح هذه الدول التي تقدم لها اسرائيل خدمات استراتيجيه بمجرد وجودها في هذا المكان لضمان بقائها في المنطقه. نعم، ما فيش ازدواجيه، هو معيار واحد فقط، هو امن اسرائيل، وامن اسرائيل لانها تقدم الخدمات كذا وكذا 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 للقوى العظمى التي زرعتها وتحفظ وجودها. طيب، يعني رؤيتك للموقف، يعني إلى أين ستنتهي هذه يعني القضية؟ يعني هل بهذا الصراع الدائر الآن بين إيران وإسرائيل ستنتهي قضية العربة الأولى وهي الصراع الفلسطيني؟ أنا لا أصنفه على أنه صراع دائر. هي اللي حصل أنه إيران عملت تحرك، وهذا التحرك تحرك لم يؤدي إلى أي نتائج عسكرية على الإطلاق تخدم أي طرف غير الطرف الإسرائيلي. هي قدمت خدمة لإسرائيل بأنها عملت إعلان للقبة الحديدية، وعملت إعلان لصواريخ قارو، وعملت إعلان لمقلاع داود عظيم جدا جدا، وخلت المرجفين والخائفين في العالم العربي والإسلامي دلوقتي متأكدين 100% أن إسرائيل قوة عسكرية لا تمسك، قادرة على الدفاع عن نفسها. أحيت الثقة واليقين في التحالف الغربي مع إسرائيل، وتمام التمام. ده مش صراع دائر، ده صراع أبلغت به إيران إسرائيل قبل أن تبدأ به، ومجرد أن بدأت به ثم أبلغت الأمم المتحدة مباشرة إن هو ده كل اللي هتعمله، فده مش صراع دائر، دي هجمة. لذلك شهدنا الاستعدادات المسبقة من الجانب الإسرائيلي لي يعني صد هذه الهجمات، بالتالي هم على علم. أنا شايف إن دي أفضل دعاية اتعملت للقوات المسلحة الإسرائيلية، أفضل دعاية اتعملت لإسرائيل في العموم وللسلاح الإسرائيلي وللجاهزية بتاعتهم. فيعني المفروض ان هم بدل ما يردوا رد ما على ايران يبعتوا لها جوابات شكر، لانه فعلا قدمت لهم خدمات كتير جدا على راسها، يعني بلاش الجوانب العسكريه والجوانب الاستراتيجيه، بصي على الجانب السياسي العظيم جدا جدا. حكومه نتنياهو بتحاول تثبت للعالم منذ بدا الصراع في غزه من 7 اكتوبر ان هي في حرب بقاء، وما تقدرش تثبت ان هي في حرب بقاء امام مجموعات مسلحه في الاراضي الفلسطينيه، لان دول مش هيقدروا على اسرائيل. نعم، ولكن ان تظهر قوه بحجم دوله ليها اسم يعني مذكوره في الكتب على انها دوله زي ايران، وتبدا في اي عمل يصنف على انه عمل عسكري ضد اسرائيل، قدم برضه لحكومه نتنياهو ذريعه للبقاء وذريعه للاستمرار وذريعه على انه يدمج الصراعات كلها في بعضها، ويقدم للعالم صوره أنا بطحن الناس الموجودين في غزة، أنا بجوعهم وببيدهم وبقتلهم، بهد بنيتهم الأساسية علشان أنا في صراع بقاء. نعم، صراع بقاء بقى عناوينه إيه؟ عناوينه إيران ولا عناوينه غزة ولا عناوينه حزب الله ولا غيره؟ لا، دي مش هتفرق كتير. نعم، فلا، خدمات سياسية وخدمات عسكرية عظيمة جدا. طيب، يعني من وجهة نظرك ما المكاسب السياسية التي سوف تعود على حكومة نتنياهو في ظل يعني مؤخرا يعني هذا الرفض التام للممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ويعني يعني يعني استموات، لو كنا يعني يصح هذا التعبير، نتنياهو على أنه يظهر حكومته بأبهى صورة، هل هناك من مكاسب سياسية الآن بعد هذا الصراع؟ في مكاسب كتير. أول حاجة زي ما قلت لحضرتك اللي هي المسألة بتاعت الصراع الوجودي. هناك الآن قوة بحجم دولة بتهاجم إسرائيل، فهو يقدر يقدم لشعبه ولحلفائه في الخارج ذريعات إنه هو في حرب بقاء. دي أول حاجة. الحاجة الثانية إنه هو فرض هيبة عسكرية بمجرد إنه هو قدر يدافع عن نفسه ضد الفاير كراكر اللي اتحدثت عليه. أنا يا جماعة آمن وقوي وجيشي مستعد، وصديت هجوم هذه الدولة اللي طبعا مضخمة جدا جدا في الداخل والخارج، في داخل إسرائيل وفي خارج إسرائيل عند حلفائها في الغرب، إن هي دولة شريرة وقوية وعندها إمكانيات وكل دي حاجات غير حقيقية بالمناسبة. ولكن أنا قوي، أول حاجة أنا قوي، ثاني حاجة أنا ضحية لصراع وجود، وثالث حاجة وهي مهمة جدا جدا، ان هو كان موقفه مهتز مش امام حلفائه، مش امام الحكومات البريطانية والفرنسية والامريكية وغيره، هو مهتز امام شعوب هذه الدول. هذه الدول حكومتها لا تستطيع ان تقدم للشعوب مبررات انتوا ليه بتدعموا اسرائيل. الان هناك مبرر. نعم، الان هناك شاشات في العالم كله تقدم للشعوب الغربية الصورة اللي اسرائيل عايزة توصلها بالضبط.
انه اسرائيل بتتعرض للهجوم من مين؟ من جيرانها كلهم. كلهم هيبقوا في الاخر باكج واحده مجموعه على بعضها، والعالم يرانا كذلك بالمناسبه. نعم يمكن العالم يرى الشرق الاوسط على انه تقريبا دوله واحده. ده صحيح. هذه الهجمة بالتأكيد أعطت إسرائيل يعني تعاطف دولي ربما لم تكن لتحلم أو لتحلم للحصول عليه في ظل يعني حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في حق الشعب الفلسطيني. على كل حال بشكرك الأستاذ إبراهيم الجارح الكاتب الصحفي على وجودك معي وعلى تحليلك للمشهد. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده لا تعتزم إطالة أمد عملياتها الدفاعية، لكنها لن تتردد في حماية مصالحها المشروعة ضد أي عدوان جديد. وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استدعاء سفراء كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا على خلفية موقفهم الذي تم وصفه بغير المسؤول فيما يتعلق بهجوم طهران على إسرائيل. من ناحية أخرى، أعلن البنتاغون أن القوات الأمريكية اعترضت أكثر من 70 مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل. من ناحية أخرى، أوضح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن بلاده شاركت في عملية التصدي للهجوم الإيراني على إسرائيل، مشيرا إلى أن الطائرات البريطانية أسقطت عددا من الطائرات المسيرة الهجومية الإيرانية. قالت شركات طيران إسرائيلية إن عملياتها عادت لطبيعتها بعد انتهاء الهجوم الإيراني. وعادت إسرائيل فتح المجال الجوي متوقعة أن يتأثر جدول رحلات الطيران. قال الجيش الإسرائيلي إنه أسقط نحو 99% من أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ أطلقتها إيران، موضحا أن عددا من الصواريخ الإيرانية سقطت في الأراضي الإسرائيلية ما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة في قاعدة عسكرية لكن من دون وقوع ضحايا. وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحركات إيران بشديدة الخطورة، مضيفا أنها تدفع المنطقة نحو التصعيد. تصعيد كبير هذه المنطقة بعد إطلاق إيران وابلا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل. المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن إيران أطلقت العشرات من الصواريخ أرض أرض على إسرائيل، جرى اعتراض معظمها خارج حدود إسرائيل، مضيفا أنها شملت أكثر من 10 صواريخ كروز. وأضاف المتحدث أن الرشقة الإيرانية اشتملت على أكثر من 200 من الطائرات المسيرة والصواريخ، وأنها تسببت في أضرار طفيفة لمنشأة عسكرية إسرائيلية. غير أن الجيش الإسرائيلي قال لاحقا إنه لا ينصح السكان في أي منطقة بإسرائيل بالاستعداد للجوء إلى المخابئ، في تعديل لتحذير سابق يشير على ما يبدو إلى نهاية التهديد الإيراني. وتوعدت طهران بالرد على ضربة إسرائيلية استهدفت قنصليتها في دمشق في الأول من أبريل، مشيرة إلى أن هجومها رد على الجرائم الإسرائيلية. في سياق متصل، قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إنه إذا ارتكبت إسرائيل خطأ آخر فإن رد إيران سيكون أكثر حدة بكثير، وحذرت الولايات المتحدة وطالبتها بالبقاء بعيدا. في المقابل، قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكنها لن تتردد في التحرك لحماية القوات الأمريكية ودعم الدفاع عن إسرائيل.
من جانبها طالبت مصر بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر. واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق أن حذرت منه مصر مرارا من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على غزة والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة. هذا وقد ندد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا والمكسيك والتشيك والدنمارك والنرويج وهولندا واليابان بالهجوم الإيراني، كما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالهجوم الإيراني، وقال إنه يشعر بقلق بالغ إزاء الخطر الحقيقي للغاية المتمثل في تصعيد مدمر على مستوى المنطقة. أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن انطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، التي تتضمن أكثر من 250 قاطرة محملة بأكثر من 4009 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه المعدنية والمراتب والخيام والبطاطين والملابس والمنظفات، كما شملت أكثر من 3100 طن من المواد الغذائية ونحو 246 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة، بالإضافة لأكثر من 100 طن من الملابس والبطاطين وأكثر من 100 طن من الخيام والمراتب والمخدات ونحو 430 طنا من المياه المعدنية، بالإضافة لنحو طنين من المنظفات، وذلك لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الألاف من الضحايا والمصابين. هذا ويشارك في القافلة نحو 12 كيانا من كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهي مؤسسة نبيل كاتب الخيرية، مؤسسة صناع الخير للتنمية، جمعية أبشر، مؤسسة أبو العينين، بنك الطعام المصري، مؤسسة جمال الجرحي، بنك الشفاء المصري، مؤسسة الإغاثة والطوارئ، جمعية الباقيات الصالحات، مؤسسة صناع الحياة، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة حياة كريمة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثي لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا وأيضا المصابين. مزيد من تفاصيل مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. برحب بحضرتك دكتور حامد. أهلا بحضرتك أستاذة نسرين، وأهلا بالسادة مشاهدي. في ظل هذه المشاهد التي نراها الآن والتصعيد الدائر في القضية الفلسطينية بشكل عام والصراع الدائر بين إسرائيل وإيران، ومع ذلك تبقى الدولة المصرية على مبدأها في دعم الأشقاء الفلسطينيين وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى معبر رفح لدعم أشقائنا في هذه الأزمة، كيف تبعت الموقف المصري في ظل هذا التصعيد الأخير؟ يعني استمرار للدور المصري العظيم اللي بتقوم به الدولة المصرية والمؤسسات المصرية ومؤسسات المجتمع المدني لدعم كافة أوجه الجهود لكيفية رفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، ما زالت مصر بتطلع بدورها الجوهري في دعم القضية الفلسطينية وإيصال كافة أوجه المساعدات، لأن هذا هو نهج الدولة المصرية بشكل واضح، وفي ظل التعقيدات اللي بتشهدها القضية الفلسطينية بل ومنطقة الشرق الأوسط، ما زالت القاهرة تسعى بكل قوة إلى خفض التصعيد وتسعى إلى أن يكون هناك أفق سياسي يفضي إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين وإنفاذ كافة أوجه المساعدات، باعتبار أن القاهرة هي الدولة المعنية الأولى بالقضية الفلسطينية وتبحث من خلال دورها الريادي والمحوري إلى تعظيم إدخال المساعدات إلى داخل القطاع، لأن هذه النقطة تحديدا لا تحتملها القاهرة باعتبار أن الوضع الإنساني المزري داخل القطاع، تتجه بقوة القاهرة إلى محاولة كسره ومحاولة إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية، حتى عندما
تم تنفيذ الهدنة الأولى من المساعدات، كانت القاهرة وبتبحث عن بكل قوة على ضرورة إنفاذ المساعدات إلى شمال قطاع غزة. وعندما تعنتت إسرائيل في هذه الجزئية تحديدا، نرى أن القاهرة تحركت من خلال أنها تلعب أدوار مركبة لدعم القضية الفلسطينية، وقامت بالإنزال الجوي خاصة في شمال قطاع غزة، والآن تبحث عن فرصة للتهدئة. وما زالت القاهرة هي العمود الفقري في محاولة احتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وما نشاهده الآن حجم متصاعد من التداعيات الكارثية على مجمل الأوضاع في الشرق الأوسط حذرت منه القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي، الذي حذر من أن استمرار الصراع داخل الأراضي الفلسطينية يمثل فرصة للكثير من الدول للتدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة. والقاهرة تبحث بكل قوة على فرض التهدئة وتنفيذ وإنفاذ كافة أوجه المساعدات إلى داخل القطاع. أيضا يعني بالتأكيد الدولة المصرية لم تدخر جهدا طوال الفترة الماضية لدعم الأشقاء في فلسطين، سواء دبلوماسيا أو سياسيا، لطبعا إيجاد يعني فرصة أو تهدئة بين الجانبين. وتأكيد أيضا سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل هذا التوقيت الحرج والحساس على أن يعني الأمن القومي المصري مهم جدا، وأن أي تحرك لإسرائيل في رفح الفلسطينية سوف يعني يكون جرس إنذار للمنطقة. كيف رأيت تأكيد سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيد الدولة المصرية على ضرورة أن لا يتسع هذا الصراع خارج نطاق الصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين وخطورته على الشرق الأوسط؟ طبعا القاهرة منذ اللحظة الأولى أكدت على ثوابتها في دعم مصر لدعم القضية الفلسطينية، وهي السردية الواضحة اللي بيتبناها كل دول العالم الآن من ضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين، ضرورة إنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية، ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن نهجها أحادي الجانب واتخاذ الكثير من هذه الإجراءات التي تؤدي إلى اتساع رقعة الصراع. وبالتالي القيادة السياسية المصرية حذرت منذ اللحظة الأولى بأن الحدود المصرية غير مستباحة، ولا يستطيع أحد أن يهدد الأمن القومي المصري، باعتبار أن الأمن القومي المصري هو خط أحمر لا يستطيع لأحد أن يتجاوزه. وأكد على ذلك أيضا ليست القيادة السياسية المصرية ولكن وزارة الخارجية المصرية، وأيضا رئيس الوزراء المصري أمام الكتيبة 101 في العريش، والتأكيد وبشكل كامل على ثوابت مصر ورفض فكرة التهجير القسري للأشقاء في فلسطين. وأيضا مجلس النواب المصري أكد على الصراحات التي خرجت من القيادة السياسية المصرية، بما يتوافق مع رؤية مصر الواضحة من أنها لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية، ولن تسمح بتصفيتها على حساب دول الجوار. طيب يعني تقييم حضرتك دكتور حامد لهذا التطور الأخير الحادث، ويعني الهجوم الإيراني على إسرائيل في ظل مشهد ضبابي الحقيقة العالم كله يعني لم يكن يتوقع أن يتسع أو تتسع هذه الدائرة وتدخل إيران طرفا في الصراع، وعلى أمل أن ينتهي هذا الصراع الدائر بين إسرائيل وغزة، كيف تبعت المشهد؟ هل هذا ينذر باستمرار الصراع الآن في الشرق الأوسط، وربما يعني يتسع هذا الصراع كما حذر السيد رئيس عبد الفتاح السيسي من قبل من ضرورة ألا يتسع هذا الصراع في الشرق الأوسط من خلال بالتأكيد إسرائيل وغزة؟ يعني في ظن وتقديري أن الخاسر الأكبر من تمدد هذا الصراع وانتقاله ومحاولة إفراغ إسرائيل للقضية الفلسطينية من مضمونها، ونقل الصراع من صراع فلسطيني إسرائيلي وتنفيذ مبدأ حل الدولتين إلى صراع إيراني، صراع بين إيران وإسرائيل. وبالتالي في كل الأحوال الخاسر الأكبر من هذه المعادلة الصفرية هي القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية تحتاج إلى من يدعمها سياسيا، تحتاج إلى من يؤدي وبشكل قاطع إلى الضغط وبشكل كبير وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفقا لقرارات مجلس الأمن للعمل على خفض التصعيد في المنطقة. أما استمرار هذه الحالة من الضبابية كما حضرتك أشرت وهو مصطلح في مكانه السليم، سيؤدي قولا واحدا إلى أننا نتجه إلى حافة الهاوية، وهو ما تتبعه سياسة إسرائيل.
سياسة إسرائيل منذ اللحظة الأولى سعت وبكل قوة إلى العمل وبشكل كبير على اتساع رقعة الصراع خارج الأراضي الفلسطينية، سواء في لبنان واستهداف الضاحية الجنوبية وطارق العروري، ثم بعد ذلك استهداف القنصلية الإيرانية، وأن يكون هناك رد إيراني من قبل إيران من داخل الأراضي الإيرانية، وهذا هو الجديد في المعادلة. ومن الممكن جدا إذا أقدمت إسرائيل على الرد تحولت المنطقة إلى برميل بارود، وهو ما أقدمت عليه الدولة المصرية ونصحت كثيرا المجتمع الدولي، وقالت الإدارة الأمريكية أن استمرار إسرائيل بهذا النهج وهذا الجانب سيؤدي إلى تصعيد الأمور بشكل كبير في المنطقة، وبالتالي لم يعني يدرك المجتمع الدولي خطورة ما يحدث، ولم يدرك أهمية النصيحة المصرية بضرورة أن يكون هناك نزع لفتيل الأزمة، وهو استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبالتالي لابد أن نبحث عن المسببات ولا نبحث عن النتائج، والمسببات هنا هو أن يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة حتى يتم تبريد كافة الاتجاهات وكافة المحاور التي اشتعلت نتيجة هذا العدوان ونتيجة استغلال هذا العدوان لتحقيق مصالح خاصة على حساب القضية الفلسطينية. طيب السيناريوهات المتوقعة في الفترة المقبلة دكتور حامد، هل يعني بهذا الصراع وهذه المسرحية إن صح التعبير وكما يقول البعض يعني تنهي إسرائيل هذه الحرب على اعتبار أنها كانت ضحية أيضا، وتعطي مبررا بأن ما حدث في قطاع غزة كان ضروريا لحماية أمنها القومي، أم أن هناك سيناريوهات أخرى ربما يعني من وجهة نظر حضرتك شايفها؟ في ظني وتقديري أن هذه بالفعل هذا سيناريو تم الاتفاق عليه بشكل واضح جدا، ما نشاهده الآن هي مسرحية هزلية لا ترتقي بأي حال من الأحوال إلى أن تكون صراع محتد، ولكن هو لتحقيق مصالح كل الأطراف في المنطقة على حساب القضية الفلسطينية. نتنياهو يريد استمرار بقاؤه في السلطة لأطول فترة ممكنة، وهو يعلم أن هناك ضغوط حقيقية بدأت تمارس عليه بشكل كبير، خاصة بعد مقتل عمال المطبخ العالمي وبعد قرار مجلس الأمن رقم 27-28، وأيضا بعد الضغوط الكبيرة اللي بتمارس عليه من الداخل الإسرائيلي لضرورة تنفيذ صفقة مع حماس، كل ذلك يمثل ضغطا كبيرا، بالإضافة إلى أننا من الممكن أن نشهد أن تكون إسرائيل وحكومة نتنياهو ترغب في جر الولايات المتحدة جرا إلى مواجهة مباشرة مع إيران، وهو ما جعل الإدارة الأمريكية تقول أنها لن تقدم على مشاركة إسرائيل في حالة قامت بالرد على إيران، وبالتالي في كل الأحوال استمرار هذا النهج سيكون الخسارة الكبرى للقضية الفلسطينية، خاصة أن إسرائيل تستخدم هذا الهجوم لمحاولة الترويج لنفسها مرة أخرى من نظرية المظلومية وبأنها دولة مظلومة وهي من تتعرض للاعتداء من قبل إيران، وبالتالي أيضا إيران تبحث عن مصالحها في المنطقة، خاصة أن هناك تنسيق واضح بين المقاومة الفلسطينية وإيران، ولكن هذا لم يحدث منذ اللحظة الأولى، وبالتالي في كل الأحوال أرى أنه لابد أن يتم وقف هذا التصعيد وأن تتحرك الإدارة الأمريكية لكي تفض هذا الاشتباك الوهمي بين جانبين يريد كل الطرفين تحقيق مصالحه على حساب القضية الفلسطينية. نعم، أخيرا كيف تبعت ردود أفعال العالمية حول هذا الصراع الدائر بين إسرائيل وإيران، كيف قيمته؟ أرى أن هناك فهم لواقع ما يدور على الأرض سواء من دول الاتحاد الأوروبي أو حتى من الإدارة الأمريكية التي لا ترغب في توسع رقعة الصراع، التصريحات خرجت متزنة، ومن الممكن جدا أن يتم ذلك بشكل يتوافق مع الرغبات العربية والمصرية بضرورة حقن الأمور وتوقف تمدد الصراع لمناطق وبؤر صراع أخرى، وبالتالي في ظن وتقديري أن المجتمع الدولي يدرك أن ما نشاهده الآن هو اتفاق يعني لحفظ ماء الوجه الإيراني ولمحاولة أن لا يكون هناك تصعيد في المنطقة بشكل كبير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية على يعني تحليلك للمشهد الحالي، بشكرك يا فندم. أيضا ينضم إلينا لمزيد من التفاصيل والتوضيح والتحليل الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، برحب بك دكتور أحمد. أهلا بك نسرين وكل مشاهدينك الكرام. كيف ترى المشهد يعني بعد هجوم إيران على إسرائيل؟ إلى أين تتجه القضية الفلسطينية؟ في اعتقادي القضية الفلسطينية دائما تظل هي ضحية لصراع أجندات، صراع نفوذ في المنطقة، كل منهم يستغل القضية الفلسطينية في ظاهره الرحمة أنه يدافع عن قضية لكنه حقيقة يستخدمها ويوظفها لصالح، بينما يدفع الشعب الفلسطيني الثمن الباهظ. يعني إيران والأزرع في المنطقة يحاولون تأجيج الصراع في المنطقة تحت فكرة أو تحت مفهوم مظلة
الدفاع عن القضية الفلسطينية، بينما هي خدمة أجندات خاصة. في المقابل أيضا إسرائيل تستغل هذه التهديدات المضادة من الطرف الآخر، وهي عسكرت المنطقة والهروب إلى الأمام وإيجاد حالة من اشتعال وفتح جبهات جديدة لأسباب سياسية استراتيجية خاصة بمأزق الحكومة نتنياهو الحالية في ظل المحاسبة، في ظل الفشل في قطاع غزة على مدار 6 أشهر. وبالتالي في هذا المشهد أين هذا السيناريو الرد ثم الرد، الضربة الإسرائيلية للقنصلية ثم الرد الإيراني، وبات وكأن هناك نوع من التنسيق ما بين الجانبين لهذا الإخراج وهذا السيناريو لتحقيق أهداف استراتيجية تخص كلا الطرفين. ولذلك أنا ربما لا أتوقع أن يكون هناك تصعيد شامل، لأن كلا الطرفين حريص على عدم الصدام المباشر، ولكن يعني الاستمرار في قواعد الاشتباك التقليدية، حروب الظل، ضربات وضربات مضادة. إيران اختفى عنصر المفاجأة عندما علمت المخابرات الأمريكية وكل العالم عرف أنه أن الصواريخ الإيرانية انطلقت من الأراضي الإيرانية وتذهب الآن إلى إسرائيل، وبالتالي استعادت إسرائيل وأخذت أمورها. إيران حققت هدفين، الهدف الأول هو محاولة حفظ ماء الوجه وظهور بأنها قادرة على الردع وأنها الوصول إلى عمق إسرائيل، وفي ذات الوقت عدم توجيه ضربات يعني موجعة لإسرائيل تدفعها بالضرورة بالطبع أو مرة أخرى إلى الرد المضاد، وبالتالي ندخل في حرب شاملة، وبالتالي هناك توظيف متبادل. بينما في وسط هذا الصراع النفوذ وصراع الأجندات، وهذا التيار حقيقة الذي يقود المنطقة الآن هو تشدد وتأجيج الصراع وإشعال الحروب، هذا يدفع الثمن بالطبع هو القضية الفلسطينية وإشعال قطاع غزة، وتظل المنطقة أيضا تدفع الثمن وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة. هذه المنطقة لم تعد تحتمل ولن تحتمل حروب جديدة في ظل هذه الصراعات وصراع النفوذ والأجندات. هل تتفق مع وجهة النظر التي تسير نحو أن هذا الصراع الدائر الآن بين إيران وإسرائيل هو إفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها؟ ويعني يمكن دكتور حامد فارس وثل العلاقات الدولية ضيفي السابق أكد على هذه النقطة، وأن المكاسب الحقيقية لهذا الصراع هو إطالة أمد عمر حكومة نتنياهو وتصحيح مسارها أمام العالم وأمام الشعب الإسرائيلي نفسه. بالطبع أنا أتفق مع هذه النقطة، لأن حكومة نتنياهو في الوقت الذي كانت تواجه فيه يعني ضغوطا دولية، انكشافا دوليا، حالة انقطاع دولي مما تقوم به من جرائم في قطاع غزة، من إبادة جماعية، من قطع المساعدات، من استهداف حتى عمال الأغاثة الأجانب كما رأينا بعد استهداف عمال الأغاثة الخاصة بالمطبخ المركزي العلني، وبعد صدور القرارات الدولية وحالة التوجه الدولي الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد، من دول حتى كانت يعني دعيمة لإسرائيل في البداية، دول أوروبية مثل فرنسا، إسبانيا، إنجلترا وغيرها، في هذا المأزق جاءت الضربات الإيرانية ليستفيد منها نتنياهو لدعم ويعني كسب الدعم الدولة مرة أخرى، الدعم الغربي. رأي وجدنا استضافة غربية، بريطانيا، أمريكا، حتى رئيس بايدن الذي كان يبدو أنه على خلاف تكتيكي حتى مع إدارة بايدن بدأ يبدو أنه أن أمريكا متضامنة، أنها مستعدة مع التهديدات، وبالتالي هنا استطاع حكومة الحرب أن توظف هذه التهديدات وهذه الضربات الإيرانية الرمزية طبعا لدعم موقفه، وبالتالي هذا كان على حساب القضية الفلسطينية، وربما يعني أضر بتراجعات غزة الآن. العالم كله يهتم الآن بالضربات الإيرانية وبالرد الإسرائيلي وأن إسرائيل هي ضحية لهذا الضربات. في المقابل أيضا الجانب الإيراني والأزرع حاولت حقيقتها هي تستغل القضية الفلسطينية لصالح تحقيق أجنداتها الخاصة بها. ابقى معنا دكتور، طبعا يعني نعلن هذا الخبر مشاهدينا الكرام، أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية عن انطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، والتي تتضمن أكثر من 250 قاطرة محملة بأكثر من 4009 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والمراتب والخيام والبطاطين والملابس والمنظفات، كما شملت أكثر من 3100 ألف طن من المواد الغذائية ونحو 246 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة، بالإضافة لأكثر من 100 طن من الملابس والبطاطين وأكثر من 100 طن من الخيام والمراتب والمخدات ونحو 430 طنا من المواد
الغذائية والمياه بالإضافة إلى نحو طنين من المنظفات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الألاف من الضحايا والمصابين. ويشارك في القافلة نحو 12 كيانا من كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهي مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، مؤسسة صناع الخير للتنمية، جمعية أبشر، مؤسسة أبو الخير، بنك الطعام المصري، مؤسسة جمال الجرحي، بنك الشفاء المصري، مؤسسة الإغاثة والطوارئ، جمعية الباقيات الصالحات، مؤسسة صناع الحياة، مؤسسة مصر الخير، مؤسسة حياة كريمة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين. وبالعودة مشاهدين إلى الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، والحديث حول التصعيد القائم بين إيران وإسرائيل. كنا نتحدث ربما دكتور عن يعني أن هذا الصراع الدائر هو يعني مهمته أو هدفه الأول هو إفراغ القضية الفلسطينية من مضمونها، يعني لو تتابع بالتأكيد رد حضرتك. تفضل فندم. بالطبع نسرين، كما أشرنا القضية الفلسطينية هي الضحية في إطار أمد الأزمة الحرب في غزة. استطاع نتنياهو وحكومته أن تغطي على جرائمها في غزة من خلال تركيز الأنظار العالمية وحشد الدعم العالمي في مواجهة ما تعتبره تهديدات إيرانية، وهي ليست تهديدات حقيقية، يعني لم يحدث أي أضرار جسيمة، وهذا كان متعمدا حقيقة من الجانب الإيراني حتى لا تتم أو يتم تصعيد إلى أن تضطر إسرائيل لرد آخر ردا على الرد، وبالتالي نصل في صراع ومواجهة شاملة. كلا الطرفين حريص عليها، الكل الآن يزايد، والكل الآن يستخدم القضية الفلسطينية لتحقيق أهدافه وأجنداته، بينما الشعب الفلسطيني حقيقة يدفع الثمن في الوقت الذي حقق فيه الفلسطينيين مكاسب كبيرة حقيقة بعد انكشاف إسرائيل أمام المجتمع الدولي، بعد الضغوط الدولية، بعد الجرائم المتعددة التي ارتكبتها، بعد توجه كثير من دول العالم إلى الاعتراف بالقضية الفلسطينية. الآن انتقلت الأنظار وهناك ازداد التعاطف، وهو ما يحاول نتنياهو توظيفه سياسيا لاستيعاب الضغوط المتزايدة، سواء متعلقة بتوجهات نحو اجتياح رفح البرية والضغوط الدولية عليه، أو فيما يتعلق بتصوير أن هناك تهديدات ضد إسرائيل وأنها تواجه تهديدات أمنية. ولذلك أنا في اعتقادي أن الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية مرة أخرى تدفع الثمن، وبالتالي الآن نحن في صراع حقيقي بين طيران في المنطقة، تيار يقود المنطقة إلى الهوية للتشدد، إشعال الأزمات، الصراعات، الحروب، بينما تيار الاعتدال الذي يمثل دعما حقيقيا للقضية الفلسطينية والتي تقوده مصر حقيقة ومع الأردن والدول الخليجية. هذا التيار يسعى إلى دعم القضية الفلسطينية بشكل حقيقي على المسار السياسي وعلى المسار الإنساني وعلى المسار الأمني وعلى كل المسارات، قدم الدعم الحقيقي للشعب الفلسطيني، يسعى لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين. وهذا التيار ومصر حذرت منذ البداية من مخاطر التصعيد الإقليمي، وقالت أن تداعيات حرب غزة مع استمرارها ستؤدي إلى تداعيات إقليمية لن تكون في مصلحة أحد، بل ستهدد السلم والأمن الدولي ويدفع ثمنها شعوب المنطقة. وهذه الشعوب كلما يعني لم تكن تخرج من أزمة حتى تخرج في أزمات أخرى، رأينا ما يسمى الربيع العربي، ثم أزمات حروب فعلية في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في السودان، في غيرها، ثم جاءت حرب غزة والعدوان الإسرائيلي، كلها حقيقة بتشكل تحديا كبيرا، ويسعى وتؤكد أن هناك أطراف تسعى إلى إبقاء المنطقة في ظل حالة التوتر والصراع، وهو ما يؤثر سلبا على الأمن والاستقرار في المنطقة. ولذلك كانت المقاربة المصرية واضحة منذ البداية، لابد من وقف العدوان على غزة، لابد من حل شامل للقضية الفلسطينية باعتبار أنها مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة. نعم، يعني هذه ما أكدت أو هذه ثوابت ما أكدت عليها الدولة المصرية منذ يعني اندلاع هذا الصراع الدائر الآن والذي يتسع يعني ما بين إيران وإسرائيل، وللأسف الضحية الوحيدة هو الشعب الفلسطيني. وربما يعني تحذيرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من يعني اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط سوف يؤدي إلى مزيد من التوتر في المنطقة. طيب أنا محتاجة يعني تعليق حضرتك على هذا الخبر الذي أدعناه منذ قليل، بطبعا استمرار يعني تحالف الوطن العمل الأهلي التنموي واستمرار الدولة المصرية في دعم أشقائنا في فلسطين بمزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية لأشقائنا. بنتكلم عن أكثر من 250 قاطرة محملة بأكثر من 4009 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها لأشقائنا في فلسطين، بالتعاون
مع المجتمع المدني وحياة كريمة وغيرها من المؤسسات التي تتضافر الآن مع الدولة المصرية لدعم أشقائنا في فلسطين بتزامن مع هذا التصعيد الأخير. كيف رأيت ذلك؟ في الواقع نسرين هذا بيؤكد أن يميز ما بين من يدعم الفلسطينية بشكل حقيقي على الأرض هو الجانب المصري، أكبر داعم ومقدم للمساعدات الإنسانية بلغة الأرقام. 87% من المساعدات الإنسانية التي دخلت لقطاع غزة هي مساعدات مصرية في إطار فقه الأولويات لدى الدولة المصرية، وهو العمل على وقف هذه المعاناة في إطار حرب التجويع الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. أيضا في سياق تأكيد الدعم المصري للشعب الفلسطيني من خلال المسار الأمني وأولوية الدولة المصرية في وقف نزيف الدم الفلسطيني والعمل على التوصل للصفقة وهدنة لوقف جامع إطلاق النار، وما بين يزيدون على القضية الفلسطينية ويتجرون بها ويستخدمها لخدمة أجندتهم. وبالتالي هذا نموذج عملي على أن مصر على الأرض بالأفعال وبكل السبل تدعم الشعب الفلسطيني بالتوازي برضو. يعني دكتور أحمد، بالإضافة للمساعدات الإنسانية المستمرة حتى الآن، هذا التحذير الذي حذرت منه الدولة المصرية لعدم تصعيد الموقف الدائر الآن في الشرق الأوسط ما بين إسرائيل وغزة، وأن يبذل المجتمع الدولي خاصة يعني الدول المؤثرة جهدا مضاعفا للحيلولة دون اتساع وانفجار الموقف وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، هذا الثابت من ثوابت الدولة المصرية، كيف رأيته؟ بالطبع يعني في بالإضافة إلى وبالتزامن مع المسار الإنساني في إدخال المساعدات وتخفيف المعاناة، هناك أيضا المسار الأمني المتعلق بشقين. الشق الأول وجهود مصر المتواصلة رغم التحديات في التوصل إلى صفقة وهدنة الوقف دائم لإطلاق النار ووقف نزيف الدم الفلسطيني، والشق الآخر الأمني المتعلق بعدم توسع الصراع إقليميا. منذ اليوم الأول حذرت مصر والرئيس السيسي من مخاطر توسع هذا الصراع، أنه سيكون سيسبب أضرار للجميع ويسبب عدم استقرار في المنطقة، وليس من مصلحة أحد الأطراف خاصة الأطراف القوى المؤثرة في النظام الدولي مثل الجانب الأمريكي الذي ينبغي أن يتحرك للعمل على وقف هذا العدوان الإسرائيلي ومعالجة القضية الفلسطينية من جذورها. وكان في المقابلة المصرية واضحة أن ما يحدث من صراع، من عنف، من مواجهات دموية، من توترات في الشرق الأوسط ما هو إلا عرض لمرض. هذا المرض هو استمرار الاحتلال وغياب أفق التسوية السياسية، وبالتالي إذا أردت المنطقة أن تنعم بالاستقرار والتنمية والازدهار لكل دولها عليها أن يكون هناك تحقيق السلام العادل والدائم، وهو إقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 67. وبالتالي كانت المقاربة المصرية مقاربة شاملة تدعم وتميل إلى السلام، في المقابل كانت هناك مقاربات إقليمية أخرى وقربات أطراف أخرى تسعى لقيادة المنطقة إلى مزيد من الحروب واشتعال الأزمات التي ستسبب ضررا لكل الأطراف. بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية على وجودك معايا وعلى تحليلك للمشهد الآن. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام هذه التغطية، شكرا لكم على طيب المتابعة ومزيد من المتابعات على مدار الساعة على إكسترا نيوز. إلى اللقاء.